في دار الشيخ خولة الجوز واللي تربينا فيها شي سنين. واللي كنت نحكي لك قبل على السيركيلاسيون تاع بوز الرعاه، هنا سي الصالون تاعهم اللي نتلايموا فيه لا فامي كامل. بصح سكي كومبونس هذيك لا سيركيلاسيون تاع بوز الرعاه سي لا فيو اللي درناها اللي تقدر تشوفها درك قبل ما تريح، قبل ما تروح السمش. ايوه فوالا. دونك هذا المنظر هو اللي جاب الشيخ باش شرع هنا في بوزريعه. سباب فوالا منظر. تسمع عندك البحار، عندك كل شيء. البحار عندنا لا فيل، في الليل سي انكور بلو جولي، حاجه تكون باهيه. هذا المنظر اللي جاب الشيخ هنا. سما جابكم لهنا. يحب البحر، يحب السمش، وهذه هي. هنا روبوزي تاع الصح. تاع الصح لا روتخيت لازم يديها، لازم يريحوا كي لي دو لازم يريح. ايوه. فوالا. ها تفضل دوكا. الله يزيد فضلك. يا الله. شنو من جيت لهنا مدام؟ حنا سكننا في بوزريعة في لي زاني 80 هكذاك، هنا هذا الدار في لي زاني 80. وين كنتوا من قبل مدام؟ من قبل كنا نسكنوا في البيار، ومن قبل سكننا في بوزريعة، دونك عاودنا ولينا لبوزريعة. انت من مواليد شمن عام زايدة دكتور؟ وين زايدة؟ 1957 وزايدة في الصور. C'était la ville du duc d'Oman, de Kri Aitola. Il y a Sol Rozlan, c'est plus joli. Mani Chorzala, ça. Donc, je dis des binzouj, qui sont allés en Fassour. Je dis le Kbir, Mjihit Baba, c'est propriétaire terrien du bled. Et je dis l'autre, qui est Qadin du bled. Donc, je suis allé en Sol Rozlan, dans l'école, c'est moi l'école Krabi. ورحت زرت ليكول كرابي وما زلت. مازال هاد ليكول؟ مازالت، والمحكمه اللي بناها جدي الله يرحمه داروها ديسبونسير، يعني شي فرح. وقريتي تماك ولا جيتي لهنا؟ جيتي لهنا؟ قريت ليكول ماتيرنيل في الصور، ومن بعد رحلنا لاختراش لي بارون تاوعي كانوا يقروا في زونسينيون، دونك في 62 بعثوهم لبوسعده. دونك عشنا في بوسعده. ما ميغ كانت ديريكتريس تاع ليكول دو لا روت دو جيلفا سي جي بون سوفونير.
وقريت فيها ليكول لا روت دو جلفا، ومن بعد الشيخ كان انسبكتور دونك، ومن بعد رحلنا قعدنا عامين هكذاك في بوسعاده، ومن بعد رحلنا للمديه دونك تبعتهم من بوسعاده، رحنا للمديه، ومن بعد المديه دخلنا في 69 كنا هنا في الجزائر، والمقر الاول اللي كان عندنا سيتي بوزريعه. بوزريعه دونك سكننا في بوزريعه حتى 1982، عاودنا حبطنا البيار، وعاودنا لو طونك الشيخ اختار المضرب هذا وبنى الدار، عاودنا ولينا في 86 هكذاك، زاني 86 هنا في العاصمة. وين قريتي؟ قريت كامل في لي زيكول بيبليك، في اون جينيرال في المسيد وين كانت تيما مديرة، دونك قريت في ليكول بريمير في بوسعادة، ومن بعد كي رحلنا للمدية كنت نقرا في الليسي، ليسي تاع البنات كما يسموه ليسي بن شنب، قعدنا عامين، ومن بعد جيت عاود قريت هنا في الجزائر في سي ام باغانيس اللي مازالوا دركا سيوان باغانيس، ومن بعد مشيت من بعد البروفي مشيت الليسي المقراني، عقبت الباك نتاعي تاع الليسي المقراني، و اون ميم طون كنت نعقب الباك، وجدت الباك فرونسي في الليسي ديكارت، دونك خلصت الباك فرونسي باك الجيريان في 1974. جبتي لي باك لي دو باك تاعك؟ لي دو باك، واحد سيونس والاخر مات، باسكو كانت عندي une grande admiration pour les mathématiques. ومن بعد كنت من الاولين اللي رحنا لباب الزوار. كان فتحوها جديده. ذاك الوقت تفتحت لونيفرسيتي تاع باب الزوار. تعذبنا بزاف ذاك الوقت في لي ترونسبور ماشي كيما درك. وكانوا دايرين دي جروب نقراو من 8 تاع الصباح 8 تاع الليل ماشي كيما درك، دوك راهي سهولات بزاف. مي سيتي اون بون اكسبيريونس، يعني تعلمنا نروحوا بالطونوبيل ونولوا، ما قعدتش بزاف باب الزوار، قريت عام ومن بعد ولينا حبطنا الفاكولتي دو ميديسين تاع لابيرين، ومن بعد لابيرين ولينا لي زوبيتو، لي زوبيتو درنا عليهم كل لوبيتال مصطفى، لوبيتال مايو، لوبيتال كاع لي لازمين نجوزو تاع دريت حسين تاع بسيكياتري، كل واحد بالتخصص تاعو. السبيسياليتي تاعك اش كانت؟ الوغ في هذيك كنت نقرا ميديسين، دونك قريت ميديسين جينيرال حتى 1979، ومن بعد درت تخصص في الجراحه باسكو كنت حابه ندير الجراحه، بصح من قبل ما نلحق ميديسين كنت حابه ندير انفورماتيك، وجردت في الانفورماتيك في باري هذاك الوقت 74. كانت كاينه الانفورماتيك تكزيستي؟ نو درت، كنت حابه ندير انفورماتيك بصح هذاك الوقت تحت مريضه، كي تحت مريضه مشيت باري، مشيت باش نجرد روحي في الانفورماتيك وخلاص خلاص. كي لحقت نلقى طبيب يتكلم معايا دي تيرم ميديكو، تسمى العباد اللي يقول لي عندك مالا لاتات يقول لي سيفالي، وانا ذاك الوقت ما كنتش نفهم، شغل قلقني شويه، قلت بون دونك باش واحد يفهم يروح يدير ميديسين باش يعاود يتفهم من بعد واش عنده، دونك عاودت دخلت للبلاد ودرت ميديسين وجرت وقريت باب الزوار والحمد لله. من 74 حتى ل 80 حنا في الاخر ميديسين جينيرال، حتى واحد يجيب الدبلوم تاعو، ومن بعد عقبت الكونكور نتاع الكونكور دانترنا باش نخيروا السبيسياليتي، وقريت شيروجي جينيرال، وكنت انا الاولى المراه الاولى اللي قريت في لوبيتال ميليتير، لوبيتال مايو على ليبوك كان ميليتير في الجراحه مع البروفيسور جلالي وجماعه اخرى كيما البروفيسور محرور الله يرحمه، كاين يعني هما اللي علموني الخدمه. اي جو بروفيت بور دير un grand bonjour et un grand merci à M. Djilali qui en ce moment qui est malade. Rabbi Shafih ou M. Mahrour, Allah yarhamou. Et بعد قريت هنا قريت حتى كي خلصت سيت ان 84 عقبت الدي ام اس نتاعي دونك سبيسياليتي، ومن بعد عقبت كونكور حاجه عاديه ستادير سي الباركور نورمال دا ميديسان كي فيه سبيسياليتي، عقبت كونكور واخترت سبيطار تاع زيغالدا، خدمت تما حتى ل 93 كتب ربي ورحت، رحت لفرنسا في هذاك في ذاك العام. سيتي جوست. انت رحتي لفرنسا من رحتي باش تزيدي تكملي الدراسه تاعك ولا رحتي؟ لا رحتي لهنا. والله لهنا هو المشكل. ولا طلقوك لهنا رحتي؟ انا كنت لاباس عليا في الجزائر وما كان وقع لي حتى مشكل في وقت التيروريزم هذيك السنين، يعني ما كانت عندي حتى مشكل مع حتى واحد. كنت نخدم في خدمتي طبيب جراح في مستشفى، يجي مريض نعالجه حيث كانت
النظريه السياسيه تاعو ولا طبيب ما عندوش ما يخير، دونك نخدمو. جو سوي ابوليتيك، ما عنديش من بكري، ما عنديش وان بلوس كيكون واحد طبيب ما عندوش يخير ما بين هذا ولا هذا. تسمى سي فري جاتنا صعوبات بسيكولوجيك، باسكو على بالك واحد واش دار ومن بعد يجيب هذيك، بون هذاك ميدان اخر. بصح الطبيب يتحكم في نفسه، يقدر يخدم من جهه ولا من جهه. كي يجيبوا لك دي بليسي تاع دي بليسي دو تيروريزم ولا يجيب لك دي تيروريست، اون با لو دووا دو شوازير. دونك نديروا لي زوبيراسيون كيما لهذا كيما لهذاك، وربي يفتح علينا وسلكنا من هذوك المشاكل. ومن بعد انا مرضت، طلبت اون بريزون شارج، جاتني حاجة عادية باسكو قلت بون نروح لفرنسا نداوي ونعاود نولي. هذاك الوقت هذيك الجراحة اللي كنت راح نديرها ما كانتش تندار في البلاد. بس معليش نعرفوش كان عندك مرض؟ كانت عندي بروبليم دو سونتي باش ندير اون اوبيراسيون، وهذيك الاوبيراسيون ما تندارش في البلاد نورمالمون. كي نطلبها ثم يعطوني لا بريزون شارج. ترفضت لي على الاساس باللي راني طبيبه وراني نخدم، وساشون كهذيك ليبوك كان طبيب يخلص 1,600,000. دونك با واحد يروح يعالج باش واحد يعني راك طبيب راك خدام على نفسك، الامكانيات تاعو ما تقدرش تتكلم عليك، يزيدوا يخلصوا لك براسون ولا يخلصوا لك حاجه هكذا. زعفت شويه، هزيت روحي ورحت. تسمى رحت باش نعالج وعالجت والحمد لله. واكوتي بيسك راني ثم درت بزاف حوايج، سما عاودت الميديسين تاعي، عاود درت ديبلوم دو ميديسين، وحاجه ماشي سهله باسكو كاين فرق كبير. درتي كونكور واحد اخر تماك؟ لادمينستراسيون فرونسيز دايره باللي كيكون طبيب جزائري ما يقدرش يخدم في البلاد في فرنسا، لازم يعاود لي ديبلوم تاعو وعاودت ميديسين جينيرال. عاود نولي كلي عمري ما قريت ميديسين. سما عاودتي كاع لي زيرو. سي نورمال دركا بلي عندنا بزاف لي زالجيريان ما قدروش يديروا هذيك لا واش درت انا اون 3 ans، كان اخرين ما قدروش يديروها ابدا. دونك درتهم كامل وخلصت وحليت حل الكابيني تاعي. خدمت في لي زوبيتو. وين حليتي الكابيني تاعك؟ خدمت في لي زوبيتو قبلها باسكو ما عندناش قانون نقدروا نخدموا هكذاك تو سويت. دونك خدمت في لي زوبيتو، خدمت دون لي كلينيك بريفي في ليون. انا جو سوي انستالي على ليون، حليت الكابيني تاعي، جريت لور دي ميدسان. لازم فيها كوارت باسكو باش واحد يقدر يخدم لهيه لازم يدير ناسيوناليتي، لازم سي دي لوا يفو لي ريسبكتي باش واحد يجوز على داك السيستيم هذاك. ضيعتها ببخي اون اني. سهلت لك انت ولا صبتي ناس عاونوك؟ نو درت كلش وحدي. باغ كونتخ عاونوني في الخدمه. تسمى كيكون واحد شيروجيان جزائري اون جينيرال مقبول بزاف، بخطا عندنا خبره كبيره. خبره كبيره ماشي تاع القرايه بزاف ولا باسكو نخدموا بزاف. حنا كنا عندنا تجربه مانويل اكسبيريونس. تصدق انتم عندكم اكثر فوالا عندنا خبره كبيره. تسمى اللي درناها حنايا في 10 سنين اكزومبل، نقدر نهضر على نفسي، اللي نديرها انا في 10 سنين في الجزائر طبيب قاوري ما يديرهاش في 30 سنه. نهضر على لي مالاد، النومبغ دو مالاد يا كافواغ. دركا لي زورجونس كي تروح لي زورجونس تاع لوبيتال اكس تلقى العدد تاع لي مالاد ماشي كيما في بلدانات واحده اخرى. وكلش يا بوكو دو كلينيك، يا بوكو دوندوا وين الناس تقدر تروح اون اورجونس. دونك نومبر دو مالاد حنايا اللي درناه اون جينيرال لي شيروجيان الجيريان محبوبين بزاف. دونك في هذيك الصح تصبت معاونه. بعد فتحت الكابيني تاعك تماك في ليون؟ حليت كابيني تاعي في ليون، راني في لاباردو. السونتر لاباردو معروف بزاف، سونتر كوميرسيال، سي لو سونتر كوميرسيال. تماك كنت جينيراليست ولا؟ نو نو نو، حليت اون تونك شيروجيان. وعقبت كونكور تاع براتيسيان اوسبيتاليز كي ليكيفالون تاع سي لو دوغري، ومن بعد لا سبيسياليتي تاع شيروجي. دونك عندي بي اتش، بي اتش نعقبوا دي زيكزامان سور كونكور اكسيتيرا. ماشي حاجه يعني اللي يقدر يتوصل ليها واحد اللي ما عندوش نجوزو ديجا لي زيكيفالونس. نعقبوهم سور كونكور، نعقبوا قدام ان جوري ناسيونال فرونسي. دونك عقبت الجوري هذاك ونجحت في هذاك الساباي، ما جاتنيش صعيبه بزاف. ومن بعد عقبت البراتيسيان اوسبيتاليي. المره الاولى ما نجحتش والمره الثانيه نجحت فيها الكونكور تاع البراتيسيان اوسبيتاليي. ما نجحتش في اللغه لخطره معاملات نتاع لي بروفيسور اللي كانوا مقابليني ما عجبونيش، دخلوا لي في امور بريفي.
ما حبيتش نجاوب وخرجت وهذه قلتها ونعاودها. وشنو هذول في البريفي فاش يدخلوا؟ خيبي واحد كي يبدا يسالك كيف راك عايش في البلاد ولا راك متزوج، هذو خاطيين الميدان الطبي. جي بريفيري كيتي لا سال وما نعقبش ليكزامان ونعاود دراسه جديده واستنيت عام وعاودت. وكي عاودت في ذاك الساعه ما كان عندي حتى مشكل مع لي بروفيسور اللي كانوا تم. راه كاين فيه شويه ثاني مشاكل انت الجيريان اي فرونسي مازالهم يعني سورتو انت البيريود اللي رحتي فيها كانت شويه، سورتو البيريود اللي رحتي فيها انت كان شويه مشاكل في الجزائر لهنا. تسمى مازلنا في وقت وين كاين اطباء جزائريين يرخصوا بروح وكاين القاوري اللي يرخص بالناس. دونك الا ما كانش الواحد عنده شخصيته ما يقدرش يطلع راسه ولا يقول. انا في بالي ان شيروجان الجيريان ولا ان شيروجان فرونسي يعني في لي يا با دو ديفيرونس. رانا نخدموا في العباد، رانا نخدموا في المرضى، ما درناش فيتيرينير. انا سايتي ما ريبونس، ما قريتش فيتيرينير في الجزائر، قريت شيروجي. دونك لازم لي نكون شيروجيان. انت من بعد فتحتي الكابيني تاعك وليت تخدمي مع دي زالجيري ولا مع دي فرونسي ولا مع الناس الكل؟ الوغ عندي بوكو دو سوكسي افيك لي ماغريبان اون جينيرال. علاش؟ على جال اللغه. انا ما عندي حتى مشكل باش نهضر العربيه مع مريض كي نكون في مستشفى ولا نكون في كلينيك ولا لغتي. والناس هذوك مساكن كيجيو يجيو في حاله ما يقدروش يعبروا على واش راهم يحسوا، يخافوا. دونك انا عندي العقليه نتاعي راني في سبيطار حيث كان، ولو كان نكون جو سي با وين نكون. كي نتلاقى بتزيري ولا نتلاقى بمروكي ولا بتونسي يستحاج راه مريض وانا طبيبه ما نشوفش المشكل بما نهضرلوش بالعربيه. دونك عندي بزاف لي مالاد الجيريان ماروكان تونيزيان داو عندي ومام في الكابيني تاعي بون كليونتيل هكذا. انت واش سبيسياليتي تاعك؟ سبيسياليتي تاعي انا درت شيروجي جينيرال، تسمى جراحه عامه. جراحه عامه دوكيت يا بلو دو شيروجيان جينيراليست. دوكا لي سبيسياليتي ال سون بلوس ليميتي. تسمى واحد يكون شيروجي ديجيستيف، واحد يكون شيروجي اندوكرينيان، واحد يكون كل واحد والتخصص تاعو. رانا رايحين تخصص دركين تاع لوغان. تسمى واحد يدير براسون تاع لابنديسيت برك، واحد يدير براسون تاع لا فيزيكول. هذه هي هكذا يديروا قاعدين. اون فا دو بلوس اون بلوس فيغ ليبر سبيسياليزاسيون. مي حنا كي قرينا شيروجي جينيرال كانت سبيسياليتي. و سي سبيسياليتي اللي مت الليميت با صافا دير كون بعد كون نحب ندير شيروجي استيتيك نقدر ندير، نحب ندير اورثوبيدي نقدر ندير، نحب ندير شي با ما فاسكولير نحب ندير هذه نقدر. بجوستما بسبيسياليتي نتاعي كي طلعت ليون قدرت نعاود التخصيصات. باسكو كيما شيروجي فاسكولير ما قريناش مليح هنا في البلاد في وقتي. انا كي كنا نقراو قرينا 3 شهور ماشي بزاف، والتقنيات تبدلوا وكان تطور بزاف في لي تكنيك. كاين حوايج اللي يكون كل واحد يكون كوريو يحب يتعلم حاجه يتعلمها، ما كان حتى مشكل. دونك درت عاود اورثوبيدي باسكو كان في بالي ان التهاب لي بيي ديابيتيك. درت عاود اورثوبيدي وعاود شيروجي فاسكولير، درت اورولوجي، درت بزاف لي سبيسياليتي اللي كانوا يهموني كيما باغ اكزومبل سبيسياليتي تاع لا روبوتيك. على بالي بلي عمري ما نخدم بها، بصح حاجه اللي تهمني حاجه علم لواحد يقدر يعرف باللي هذيك الحاجه اكزيست. لا روبوتيك كيفاش؟ لا روبوتيك تسمى راك في بلاد وتقدر توبيري مالاد في بلاد واحده اخرى بار ساتيليت، جوست بار ساتيليت. دونك حاجه سي مانيفيك. على بالي باللي عمري ما نديرها لا في الجزائر ولا في بلاد اخرى. درتيها بصح رحت وقريت وتعلمت باسكو حاجه زياده. كيما درت باغ اكزومبل ترانسبلانتاسيون دورغان قريتها في ليون. ليون سي لو بروميي سونتر دو ترانسبلانتاسيون دورغان في الوقت اللي كنت فيه. دركا كاين دوطر سونتر في فرنسا. لا بروميير غريف دو لا مان دارت في ليون. دونك انا قريت عند هذاك لو جروب. قرينا واحد يتعلم حوايج ميم على بالي كي ندخل باغ اكزومبل البلاد مانيش راح ندير التخصص هذاك. مي لازم واحد يكون يمشي مع الوقت ومع التطورات هذيك. فوالا باغ اكزومبل من بعد يجيني مالاد داروا له ترانسبلانتاسيون دورغان. على بالي واش لازم له. انا بداتي كي كنت ندير لي ستاج تاوعي كنت نحضر مع لي زيكيب اللي نديروا لي ترانسبلانتاسيون. دونك فيه دي دوغري، فيه لو بروميي دوغري نحضروا مع لي زيكيب لي ترانسبلانتور سافو دير اللي نحوا لي زورغان. ومن بعد اون فونكسيون لي زورغان هذوك ياخذوا طريق. ان فوا يقدر يروح لالمان، ان فوا يقدر يروح لانجلتير على حساب لو ريزو اللي كاين لي زورجونس.
ومن بعد نجوزو في لا دوزيام ايكيب تاع لي ترانسبلانتور دونك لي نحيو تاع لي نحي لي زورغان وحده ولا دوزيام ايكيب تاع لا ترانسبلانتاسيون وحده يتسمى فيها دي دوغري وحضرت لهم اكل وتعلمت بزاف وكل يوم واحد يزيد في العلم كل يوم كاين واحد يعلمك حاجه دونك درت هكذا على بوكو دو سبيسياليتي ميم على بالي عمري ما راح نديرها معليش واحد يعرف معليش واحد يتعلم حاجه يتعلم يزيد راك تهضر مع ناس ما تقعدش يعني جاهل كاين حوايج شي با ما كاين حوايج على بالي ميم هكذا باغ كيوريوزيتي واحد يسال روحو علاه قريتها كاين حوايج نعرفهم كيما لا تروماتولوجي فيسيرال لا تروماتولوجي فيسيرال اون اورجونس هذه تاع لي زاكسيدون عندي تجربة كبيرة في لي زاكسيدون ولو كان من هنا في الجزائر باسكو كنت نخدم في زيغالدا كانت فيها لي زوتوغوت حلو كامل عندنا تجربة كبيرة انا ديجا اون طونك راكي رحت منها عندي تجربة كبيرة في لي زاكسيدون بلوس من 88 كيفاش لي زاكسيدون واحد يدير اكسيدون دو فواتور توقع فيها تروماتولوجي سكون ابل لا تروماتولوجي هذيك لا تروماتولوجي فيسيرال تاع كي يكون عنده واحد دار ايموراجي ولا دار الاخر لازم نحلوه لازم نديروا له العمليه نقدروا نحوا لوان فوا بارتي دو فوا ولا نخيطوها ولا نحوا الوينغات ولا نخيطوه يعني على حسب لي ليزون اللي عنده ميم عندي خبره كبيره في ذاك الميدان كي لقيت ديبلوم تاع تروماتولوجي رحت عاودت قريت لربما نزيد نتعلم حاجه دونك سي با اون كيستيون تاع سيبلي تال وتال تال باثولوجي كي تخرج حاجه جديده نروحوا لها ولا نتعلموا نزيدوا على حساب واش نعرفوا. دوك شحال عندك انت ملي فتحتي الكابيني تاعك في ليون شحال نصنع؟ في ليون دركا راه عندي 2005 صافي ابو بخي راني قريبا 10 سنين اللي حليت في ليون. دكتور انت من بعد تخصصتي مع مرضى السكري وهذيك رحتي لبرونش واحده اخرى دركا. حتى انك درت انا كانت عندي وي كي هاد لا كيوريوزيتي هادي داتني واحد الخطره للمؤتمر نتاع باسكو انا ندير ميديسين استيتيك عندي دوزيام سبيسياليتي ميديسين استيتيك هذيك لا ميديسين استيتيك درتها باسكو لربما واحد انا عندي لا فامي تاعي ديابيتيك لربما واحد يقدر يمرض وما يقدرش يكمل العمليات كيما صرا لخويا الله يرحمه ما قدرش يكمل الخدمه نتاعو دونك لابد ولو كان يكون عندك خدمه واحده اخرى اللي تقدم تخدم اون كابيني دونك درت ميديسين استيتيك قريتها في فرنسا قريتها في بلدانات اخرى باسكو لي ديبلوم مليح كي واحد ما يقعدش في بلاد وحده تسمى التكنيك فرونسيز تكنيك ايطاليان تكنيك بريزيليان اكسيتيرا واحد يتعلم يروح العالم يخرج ويشوف هذا يخدم هكذا هذا يخدم هكذا هذا يخدم هكذا وواحد يدير الخبره نتاعو واللي يخدم على حسابه هو كيما راه فاهم داروا غون مؤتمر تاع الميديسين استيتيك داروه في الترك ومن بعد دارونا مؤتمر في ليون دونك حضرت لي دو كونغري هذوك تاع الاستيتيك باش نديرو فيهم تعلمت فيهم هذه لا تكنيك تاع كاربوكسي ثيرابي عمري ما سمعت بها عمري عندها تقريبا دوكا واحد 10 سنين عمري ما نعرف باللي هذيك التقنيه كاينه ولا يخدموا بها ولا التقنيه كيفاش التقنيه هذه كاربوكسي ثيرابي عندها من 1932 هي خلقت 1932 خلقت في فرنسا في واحد لافيل اسمها رويا شماليير هذيك البلاد فيها لي زو تيرمال وقديم الزمان اتفقوا باللي كي باغ اكزومبل كي يولوا من الحرب من وقت سيزار كي كيلقاو كي تكون حرب كي يدوا العواد الفم اللي عندهم الجراح يبراو بالخف تسمى فهموا باللي الماء تاع هذيك لي زو تيرمال هذيك فيها حكمه اللي ما كانوش فاهمين واش هي ومن بعد بشويه بشويه فهموا باللي الغاز اللي فيها هو اللي يعالج دونك اغتنموا هذيك الفرصه باش داروا ستاسيون تيرمال وهي كيفاش تجي هذه تاع هما كانت بكري الماء والغاز مخلطه سي اون كيما تقول بوحنيفيه ولا تقول هكذا الماء نتاعها فيه الغاز هذا فيه الغاز كربونيك وكي دو باغ اكزومبل واحد عنده جرح يبرى بالخف دونك قال لك كاينه حاجه بداوها باللي زانيمو دونك باللي شوفو تاع لا غير لي مولي اكسيتيرا ومن بعد ولاو نطعوا للعباد وداروها ستاسيون تيرمال وكانت تروح فيها هذيك جوزيفين دايوغ عيطوا لها لا ستاسيون تاع جوزيفين هذه بعد اللي خلقت فيها دونك هذيك لا ستاسيون خدموا بها ولاو يخدموا يديروا لي بان تاع اللي عيطوا لهم لا بانيو ثيرابي وبعد بشويه بشويه كان الاطباء كان دي جروب فاقوا باللي الغاز كربونيك نتاعهم هذاك هو اللي راه يدير في يجيب هذيك النتائج
بشويه بشويه حتى نلحق طبيب سموه باغيوف 1932 قال لك وعلاش ما نجبدوش هذاك الغاز من الماء هذاك ونديروه دي زانجيكسيون. سمي ينحوه وحده. فوالا ينحو هذاك باش يروحوا ديريكت يخدموا يعالجوا المرضى. دونك التكنيك عندها كومون 1932 انا في قديم الزمان. دونك هذيك التقنيه انا مشيت شفت في الطليان شفت في فرنسا ورحت لهذه غوايا شماليير وين بنادم لازم يعاود يولي لي سورس باش سي فريمون الكاد لو دير نعاودو نولو لي سورس باش نتعلمو كيفاش بدات الناس تخدم من قبل ومازالهم شادين في كلش تما عندهم لي زونسيان تكنيك عندهم لي تكنيك تاع دروك اكسترا داروا ميم دو غاز سيك داروا دي با هكا حوايج بزاف كاينه في الاخر دونك انا كي شفت هذيك لا ماشين رحت ليستيتيك كي شفت ليستيتيك يولوا يخدموا بها سورتو حاجه تاع الرجلين ليستيتيك ماشي باش الناس ما تفهم ماشي ليستيتيك معناتها التجميل لا التجميل هذا ماشي هذيك العمليه التجميليه تاع الوجه ما نديرش جراحه ماشي هذيك لا باش الناس تفهم لا نديروا دي زانجيكسيون كيفاش نقولوا زانجيكسيون دي زانجيكسيون فوالا نديروا دي زانجيكسيون تاع الغاز كربونيك وهذوك لي زانجيكسيون اللحم لابو تعاود تخلق تسمى كي واحد عنده لي غيد يصغر كيما انا هكذا عاود صغرت في 15 عام تعاود ترجع بنادم موان دو 10 موان دو 15 مي ناتوريل سا فو دير ما كانش فيها دي زانجيكسيون دو برودوي ولا حاجه اللي دير جراحه ولا نديرو لي زانجيكسيون هذوك لا بو ريجينير اي كونت تيل ريجينير اوتوماتيكمون لي غيد بنادم يصغر لا بو دو ميور كاليتي اي تو دونك يخدموا بها اللي هما كانوا يخدموا بها دونك اللي كانوا يقدموا لنا في الالات هذوك لا سي دي تي ايفولوسيون كانوا يقدموها لنا للتجميل ومن التجميل انا رحت المرض وفي المرض هذاك اللي شفت باللي نقدروا نعالجوا لي بروبليم فاسكولير ولي بروبليم تاع لي زولسير تاع الرجلين بارتيكولارمون تاع الرجلين دونك وليت نخدم في هذاك الشيء مالوغوزمون اون فرانس ما كانتش عندنا لوتوريزاسيون باش نخدموا هذاك الشيء لوتوريزاسيون ما جاتناش حتى عندها دركا 8 سنين هذوك السنين هذوك اللي ما كنتش نخدم فيهم في فرنسا قربت بايطاليا وكنت نخدم في ايطاليا ثم اللي تعلمت كلش باسكو هما اللي عاودوا هما اللي سمحوا لنا باش نخرجوا التقنيه من هذاك السونتر هما اللي خدموا لا بروميير ماشين هما اللي خدموا لي دوزيام ماشين تروزيام ماشين جوسكا بريزون كل خطره يطوروا لي ماشين هذوك سما في الطاليان عاوتاني استرفتي المهنه هذه وليتي تعلمتي المهنه هذه ستاجر طلاين راحوا لفرنسا شافوا كيفاش الناس تخدم هذيك تاع غوايا شمال طوروها ومن بعد هما كانوا حاصلين في لا ستاسيون ومن بعد واش داروا خلقوا اون ماشين باش نقدروا نخرجوا من لا ستاسيون مي خلقوها في لي زاني 90 ولا قبل دونك انا ما كنتش على بالي كاع بلا تكنيك دونك عندي زهر باسكو لقيت لا ماشين واجده قدامي وطوروها كل خطره يطوروها كل خطره يخدموا فيها حوايج بقى انت بهذه التقنيه درتي دير وشاش ووصلتي باش تداوي المرضى اللي فوالا دونك بديت في لوبيزيتي بديت في الاستيتيك بديت في لي غيد بديت في حوايج كيما هذو ومن بعد رحت لهذاك البيي ديابيتيك السمانه ثانيك تعالجيها وهذيك ايه هذو كاع نخدمهم هنا في الجزائر عندي نهارات وين نخدم لي بيي ديابيتيك باسكو سي دي مالاد انفيكتي دونك لازم لهم نظام عندهم 3 ايام في الاسبوع عندنا السبت الاثنين والاربعاء نخدموا من 8 حتى نخلصوا لي مالاد ديابيتيك وليامات الاخرين كيما الحد الثلاثاء والخميس نخدموا فيهم دو سورت دو مالاد عندنا تاع ليستيتيك وعندنا دوتر مالاد اللي عندهم لاختروز اللي عندهم كاين حوايج اخرى نقدروا نعالجوهم بلا كاربوثيرابي دونك كي بديت نخدم على الرجلين انا رحت نجري للرجلين علاش باسكو في لا فامي تاعي براتيكمون تو الموند ديابيتيك وعندنا الاس بزاف اللي ماتوا باسكو تقطعوا لهم رجليهم وكاين ميم واحد اللي اثر فيا بزاف ديبي دي زاني 80 قطعوا له رجله بلا ما علموه كيف طن خالي كبير كيف طن ما لقاش رجله دار اغي كارداك ودايم الله دونك هادو كاين حوايج اللي قعدوا لي في راسي ما نقدرش ننساهم دونك كي شفت بلي نقدروا كاين بوسيبيليتي باه واحد يقدر حاجه للديابيتيك جي با ايزيتي اون مينوت ومن هذاك الوقت لدرك وانا نخدم بزاف على البي ديابيتيك باش نقدروا نسقموا الامور كاين دركيت جبت التقنيه هذه البلاد هذه صافي رانا قريب 4 سنين فتناهم 5 سنين 2008 ديسمبر 2008 لا بروميير كونفيرونس تاعتها هنا في البلاد لا كاربوكسي ثيرابي
عرضوني جو سيتي في درقانه عرضوني وين قدمت بوغ لا بروميير فوا اون الجيري لا تكنيك لو 15 ديسمبر 2008 دخلت في الجزائر لا تكنيك تاع لا كاربوكسي ثيرابي. كان عندك خالك مريض من هذا المرض وكان عندك ثاني خوك؟ ماشي غير خويا يعني نقول لك عندنا اون فامي ديابيتيك صافي دير كو ما مير ديابيتيك. سما هذه خلاتك لي ريشيرش تاعك تحول لهم كامل باش الوغ علاه دخلت للبلاد علاه دخلت للبلاد وهضرت عليها ديجا بروميير اوت 2008 توفى خويا الله يرحمه كان طبيب وكان ناوي يخدم في البي ديابيتيك هو كان خايف كيما المرضى الاخرين يجي نهار ويتقص رجله كان خايف بزاف على تيل بوان كيما في سيني ان دوكيمون باش كاش ما يصرى له ما تقطعش رجله نموت وما تتقطعش رجله كي كنت نخدم في فرنسا هو الاول اللي خدمت عليه لي سيونس تاع كاربو ميد ثيرابي هو الاول في العالم هو الاول اللي خدمت عليه خدمت عليه باسكو هو كان طبيب تسمى يقدر يقول لي هذه توجع ولا ما تسمى افيك مانيير اوبجيكتيف ماشي لا اخوك هذا اكثر منك ولا اقل منك كان كبر من مني بعام وقرينا كاع قرينا الطب كيف كيف وهو ثاني دار جراحه ومع المرض تاع السكر تاعو سي تي با بوسيبل ما يقدرش يكمل الجراحه ولا يخدم دار بروفيسور داناتومي في الفاكولتي تاع ميديسين دالجي في الفاكولتي لا فاكولتي سنترال قراتهم حتى نتوفى بعد وليتي تجربي فيه هو فوالا دونك هذيك خدمت معاه وعاوني بزاف سمع كانت عنده راي على البي ديابيتيك وكان قلت لك لا اونتيز نتاعو يجي نهار تصرى له حاجه وتقطع رجله دونك كان يساعدني نخدموا نحوسوا نفهموا نحوسوا قارنا الخدمه نتاعي مع واش راه مخدوم في طليان يعني في جابون في بلدانات بزاف قارنا كاع واش راه كاين في العالم وخممنا كيفاش نقدروا نطوروا ديك التقنيه الليله اللي مات فيها وعدته باللي ندير كاع واش طلب لي وما على باليش بلي غادي يموت باسكو مات بكريس كاردياك يعني حاجه صدفه ما كناش نستناو فيها وجو تيان لو بريسيزي خويا كان دار بيلون كاردياك تاعو كومبلي 3 سيمين افون وما كان عنده حتى شيء مالغري تو توفى 3 سيمين ابري افيك كريس كاردياك سموها لا نوروباتي اوتونوم كاردياك تسمى باش واحد يعرف باللي ميم كي يدير البيلون لازم كومام يشرب دواوات ولازم كومام يحاضر على نفسه دونك هادي سي اون بوتيت بارونتيز باش ما تصراش الناس الاخرين دونك كي توفى ما كانش داير في بالو الموت انا ثاني ما كنتش دايره الموت ودرنا البروجي باللي نجي نخدم هنا في الكابيني اللي كان راح يكون نتاعو ونخدموا لي بي ديابيتيك ونخدمهم غراتويتمون بوندون 3 زون دونك ليلة اللي مات فيها تسعة ونص تاع الليل يقول لي اختي ما تنسايش الغدوة الصباح مات دونك اوبليجي نوفي تالي قسما عظما ونقولها لكم بكل صراحة البلاد هذه فيها بزاف المشاكل دونك واحد كي يجي يخدم هنا لازم يدير روحه ما يسمع ما يشوف ما يهضر لازم يبقى ديريكتومون في خدمته وما يسمعش الناس والعرقلات بزاف والمشاكل بزاف صراو لك مشاكل وعرق بزاف المشاكل با بلو تاغ البارح لا غومور سيركولي بلي راحين يدخلوني للحبس لاخطر راني ندير في التقنيه هذيك اللي مالاد شي دهش المرضى جاو يتباكاو وراهي طبيبه لا دخلت الحبس واش دخلني للحبس راني طبيبه والتشويش هذا مالوغوزمون يجيك من الاطباء هما دي ميتسا هما اللي ما على باليش وشكون دوك عندي الاسامي سافو دير كو دوغي نافون هاد لي ميتسا اللي خرجوا اللي خرجوا لا غومور هادي نقولها اليوم و كو سا سيرف دو لوسون ا تو الموند لو بروشان من نزيد نسمع التشويش هذا نحلفها براس خويا الله يرحمه غير نقول اسمه نعطي النهار اللي هضر فيه وعندي دي زونغوجيسترومون الهضرة سهلة والبهدلة سهلة بصح ما نلحقوش باسكو ني تخي لوان دو سو نيفو لا انا راني في النيفو سيونتيفيك مانيش في النيفو تاع جوزة تاع حمام تقصر وتجيب الهضرة بوغ ريان كاين حوايج يضروا ما يضرونيش انا يضروا لي مالاد واحد يجي مريض يداوي عندي يسقسي الطبيب تاعو واش يقول له الطبيب تاعو ما يعرفني ما يسنيني بالك تروح عندها اي تتعلم فيكم اي راح تقتلكم انت نعاود نرجع هاد المشاكل هادو كل هما اللي يقلقوني شويه انت من بعد هاد لا تكنيك كملتي فيها وصلتي النتائج انا وصلت النتائج ونتائج ما كنتش نستنى فيهم لا انا للعالم باسره هذه وخرجت على النتائج خرجت عالميا بيان سور باسكو ما نخدمش وحدي عندنا ان جروب سيانتيفيك
في لونيفرسيتي تاع سيان، والريسبونسابل تاعنا سموه البروفيسور دانييلو. البروفيسور دانييلو شيء عالميا، وعندي عندي لاتيستاسيون كوم كو راني مومبر افكتيف تاع لا تاع لا ديبارتمون تاع الكاربوكسيثيرابي كاربوثيرابي اون جينيرال. انت من بعد في لي ريشيرش تاعك هذا وصلتي النتيجة؟ انا النتيجه نتاعي فوالا النتيجه ما كنتش نسنى فيها كامل. هذه اسم العام هي دكتور عندها دركا 5 6 سنين. النتيجه هي باللي نو سيلمون نقدروا نعالجوا الرجلين استاذير المرضى اللي نقدروا لهم، باسكو كاين اللي ما نقدروش صاوسي فوق الناس تفهم ما نقدروش نداو الناس الكل. راه كان حالات يجونا لا غالب ما نتاع تقول المالاد ما نقدرش نداوي لك البي ديابيتيك، لا غالب لازم تتقطع. جوسكا يا ان سيغتان دات كنت نبعث لي مالاد ديريكتومون لوبيتال باش يقطعوا رجليهم. مي درك عندي نظريه واحده اخرى نتكلم عليها من بعد. دونك عندنا لي ريزولتا اللي انا بدات كنت نحوس عليهم بصح ما درتش في بالي نلحق لهم. هي لا ريكوبيراسيون تاع لا سنسيبيليتي، تسمى لي ديابيتيك اون جينيرال ما يحسوش. كاين ناس سقسيهم يقول لك كي كنت نمشي ما على باليش الى البلغاره كانت في رجلي ولا راحت. هذوك المرضى يعاودوا يحسوا، كي يعاودوا يحسوا حاجه كبيره، استادير لا بريفونسيون الوقايه سي سكيا دو بلوز امبورطون. لا بلوبار دي ديابيتيك اللي تقطعوا رجليهم باسكو عفس على الزجاجه وما حسهاش، تحرق وما حسش. كاين بزاف اللي يروحوا لابلاج باغ اكزومبل في الصيف ولا يروحوا للصحراء يتحرقوا رجليهم من الرمل وما يفيقوش، ومن بعد يعشي في الانفيكسيون ومن بعد تتقطع رجله. دونك هذاك الريزولتا اللي كو جي اوبتوني، وما كانش واحد قبلي وما كانش واحد اللي يقدر يقول باللي قبلي خرج التقنيه بلا كاربو. هذاك الشيء كي شفت لي ريزولتا هذوك لا بروميير اكسون تاعي سي دو رابروشي دو بروفيسور دانييلو. قال فوالا واش راني لقيت، هل نتوما راكم تخمو كيما انا باللي هذيك اللي كي نديروا لي زانجيكسيون هذيك توقع فيها فازو ديلاتاسيون، هذيك لا فازو ديلاتاسيون ماشي برك لابو تمس ثاني لي نير الاعصاب، كي تمس الاعصاب ميم لي مالاد اللي عندهم سطر في رجليهم، عندهم سطر باغ اكزومبل نتاع لا نيوروباتي ولا عندهم سطر تاع لاختريوباتي ينقص السطر. كاين بزاف لي مالاد اللي عطاو لهم هنايا لي مورفينيك يعطوهم دواوات قويين باش يحبس لهم السطر، كي يديروا لي باري عندي يزل عليهم السطر ويحبسوا هذوك الدواوات. اي سي تري امبورطون باسكو ديابيتيك اللي تكثر له الدواء ماشي مليح. انا نعاود نرجع لك من بعد كي درتي لي ريشيرش تاعك هذوك وظهروا النتائج تاع باللي هذا الدواء ايفيكاس، هذه النتائج ايجابيه ومليحه وكل شيء، وين اعترفوا بها كامل؟ قدمت الوغ الحاجه اللي فرحت بها بزاف سيتي لو كونغري في موان دو سبتمبر هذا. قدمت للخدمه نتاعي جوستومون نورو ديابيتو ستادير سبيسياليتي نتاع لا نورولوجي نوروباتي دو ديابيتيك. كاين ان جروب مونديال ما فيهش بزاف الناس يعني مسجلين، كاين ابوبخي 200 عبد علماء قبلوا لي نقدم الخدمه نتاعي وقدمتها. وكي قدمتها الشرف الكبير اللي ندار ليه هو باللي كانوا حاضرين لي دو بلو غون بروفيسور اللي هما داروا سبيسياليتي نتاع لا نورو ديابيتيك نورو ديابيتولوجي، هما البروفيسور كاميرون والبروفيسور كوتير. دونك هادو بين زوج، واحد كي تجيك شرف يحضر لك كي تقدم خدمتك ويزيد يتكلم معاك ويزيد يعني يسجعك باش تكمل في الخدمه هذه سانا با بري. تسمى هذيك برك سا مي بوس ا كونتينوي باه نزيد نخدم ونزيد نتعامل. وهما بعد قالوا لي باللي يشوفوا كيفاش يقدروا يبينوا، باسكو البروبليم سي كو لا كاربوثيرابي اون جينيرال على بالنا باللي سور لو بلون فاسكولير تسمى تاع لي زارتير تخدم، بصح سور لو بلون نورولوجيك سي با انكور فاليدي. سا فو دير ما كانش خدمه انا اللي راني نخدم فيها دركا باش سيانتيفيكمون اون فاليد لا شوز. دونك لازم اون ايتود، وهذيك ليتود ما يقدر يديرها غير جروب كيما هذا. دونك كي دخلت معاهم تفاهمت معاهم، دونك دركا نعاودو نديرو اون ايتود ماذا بيا لونيفرسيتي الجيريان تشارك الخدمه رايحه من البلاد، ماذا بيا يونيفرسيتي الجيريان تشارك ولا نروحو جوست افيك دي زيترونجي باسكو في هذاك النوغو دياب واش كاين؟ كاين دي زاميريكان، كاين دي جابوني، كاين سورتو بوكو دو هما باش تشاركو الجامعه الجزائريه باش تشارك. لازم انا ماذا بيا يعني الجامعات تشارك الجونيفرسيتي تشارك في الخدمه هذه. البحث هو تاعك والجامعه باش تشارك؟
جامعات تشارك في البحث استاذ كو. حنا دوكي انا راني نقول باللي هاي النتيجه اللي جبتها بصح باه تكون عندها اون كومونتير تكون عندها امباكت سيانتيفيك لازم علماء انا راني نخدم على لي مالاد لازم علماء يبينوا الامباكت نتاع واش راني نخدم استاذ لا باز ودي لاطاسيون يبينوها على لينير عندنا دي زارتيكل نديرو اكسيتيرا مي انا حبيت نديروها تخصيصا بور لي بيي ديابيتيك دونك اتصلت مع الجروب هذاك وسمعوني يعني الحمد لله ونبداو الخدمه وماذا بيا الخدمه هذه نبداوها دي سي ابري 5 6 mois ماذا بيا اون يونيفرسيتي و دو يونيفرسيتي باسكو الخدمه على حساب لي فولونتي تاع خويا لازم تكون تروح من الجزائر كنت نقدر نديرها في فرنسا كنت نقدر نديرها اون ايطالي وين عندي لو بلوس دو الاخر مي على حساب واش كان حاب خويا ورحت من الجزائر استادير لي بوبليكاسيون تاعي وكل مكتوبه فيهم كابيني ميديكال الجي 29 اوت دي فيار بوسريا ما كان حتى مشكل ما كان فيها ليون ما كان فيها ليتالي ما كان فيها الجيسك ما كان فيها حتى حاجه خدمه نتاعي حطها دكتور بجنح والجزائر هذا ما كان كيلكو سوا لو كونغري خدمتي كل يوم رايحه للجزائر ماذا بيا هذاك جو في ان ابل لي زونيفرسيتي يعني لي بروفيسور لي عندهم تفتح في روسهم يعني باش يقدروا يسجلوا روحهم باسكو دو توت لي مانيير الخدمه مديوره في بلدانات واحده اخرى. انت عالجتي ناس وبرا وكلش ولا؟ بيان سور كاين حالات عالجتيهم؟ بيان سور بيان سور راني عندي راني تقريبا راني واصله ل 4000 مريض في الجزائر. في الجزائر؟ اي عندي ابوبخي خمس سنين اربع سنين وانا نخدم. عندي ابوبخي 4000 كا اللي راني نعالج فيهم اللي بديت كوا لي ستاتستيك كي نديروهم نقدموا توجور دي ستاتستيك مخرين باسكو كاين باغ اكزومبل لي ديرني ستاتستيك اللي خرجتهم في نورو دياب سي دي ستاتستيك دو 1500 مالاد ما نقدرش ندير بلوس باسكو لازم لي زيتود ولازمنا وقت نحبسوا فيه دونك عندنا دي بيريود هنايا اللي راني نخدم عندنا 3 جروب ديفيرون عندنا لي مالاد هذا سي اللي نخدموه لو بلوس المريض اللي عنده الجرح في رجله ديابيتيك 80% تاع لي مالاد هادو يجوا لاختراها طبيب في الجزائر قال لهم نقطع لكم رجلكم كلكو سوا لوندوا عندنا ميم دي مالاد يديروا 5 6 اوبيتو في النهار ويقول لك فوالا ام راح نقطعوا لي رجل كي جينا عندنا دو بوسيبيليتي سوا نقدروا يعني حاجه باينه ظاهره نقدروا نعالجوه سوا ما نقدروش ما واحد ما لازمش يكون في il faut pas se mettre dans une mauvaise posture c'est-à-dire il faut toujours être franc مع المريض وانا نتكلم مع المريض كي تجاوك الناس اللي هنا وقلت لهم راح تقطع رجلك كي تجيك بيان سور نقول للمريض لازم يقطع رجله اللي لازم يقطع رجله نقول له لازم تتقطع رجلك ما نهضرش مع مواليه رجله والمريض ولازم يكون هو داكور باسكو لازم تفهمه علاش لازم رجله تتقطع اكسيتيرا يفو واحد ياخذ وقت باش يقول للمريض رجلك ما يشم ليها اكسيتيرا دونك كي تجي المريض نتكلم مع المريض كاين لا فامي اون جينيرال توجور 5 6 بيرسون مليحه هذه في البلاد تاعنا ما نشوفوهاش في بلدانات اخرى سا بروفو مو لا سوليداريتي عندك لي برومي هادو نقول لهم نقدروا نداوكم اون ساشون توجور كيليا اون بوسيبيليتي دو كومبليكاسيون نعلم كل يوم المريض قال هذه تقدر تداوى بصح لو بيي ديابيتيك ماشي حاجه يعني طريق نتبعوها لربما تقع لك فيها بروبليم نقدروا ما ننجحوش مي توجور يهضر واحد مع المريض يفهمه ويعاود يفهمه باش يدخل في راسه ما يقولكش الغدوه غير غدوه الطبيبه قلت لي رجلك ما تقطعش واليوم مانيش مليح يفوك تو الموند ساش باللي كي نخدموا هكذا نعلموا المريض بخومي جروب نقول لهم ما تقطعوش دونك عندنا خدمه معاهم دوزيام جروب تتقطع رجلو دو مانيير سيغتان سيتادير انا جو كونفيرم بلي تقطع رجلو جوسكا يا ابوبخي ست شهور هكذاك كنت نبعثهم ديريكت لوبيتال باسكو اون كلينيك سام باريسي كامام تبعث مالاد لا كلينيك باش تقطع له رجلو باه يخلص 50 مليون شويه صعيبه سما رجلو تروح باش تقول له نداويك نزيدك حاجه ب 50 مليون وي بصح بعد قطع له رجلو نو زدت نحلو 50 مليون ما نقبلهاش انا ما نقبلهاش ديجا باش نداوي وما نقبلهاش دونك عندنا هذاك لو جروب هذا الديرني جروب هذا في لاسيستونس تاع لي مالاد لي بارون تاع لي مالاد كاين بزاف لي مالاد يقول لي طبيبه جربي لربما راك على بالك بلي راح تتقطع بصح اعطيه ان شونس اعطيه ان شونس ميم انا نكون بيرسوادي بلي ما كان حتى شونس خممت بلي هاد المرضى هادو كي يجونا عندهم لافيكسيون ما همش واجدين بسيكولوجيكمون باش يتقطع رجلهم
دونك نوجدوهم. وفي الجروب هذا عندي ابوبخي 20 مريض اللي سلك. دونك عندنا مرضى اللي راحوا تقطعوا رجليهم. عندنا ابوبخي شحال واحد زعما 100 واحد 45-50 مالاد، ما عنديش لي شيفر اكزاكت. 45-50 مالاد اللي قلنا لهم تتقطع، انا نقول تتقطع دومبلي. في هذاك لو جروب عندنا ابوبخي 20 اللي قدرنا نسلكوهم. من قبل 6 شهور 7 شهور ما كنتش ندير حتى حاجه، كان يعني قال تقطع روح تقطع بريه، قالها النيفو اللي قطعوا لك فيه اون جينيرال كي يلحق للسبيطار بيان سور الطبيب يقول له ما تعلمنيش خدمتي سا اوسي سي لا غالب. كي نبعث الملاد سكراني قلبتو درت له البيلون درت له حوايج بتاتخ نعرف المريض احسن من اللي راهو في السبيطار اللي ما يعرفوش. دونك عندي في راسي ذكرى نتاع واحد الشيخ مسكين باش يقطعوا له رجله في لاكويس، حطيت لهم رجله في لاكويس ما تعرفش خير مني وما تمدليش لي زورد، قطعوا له في لا جامب وسمانه من بعد ولاو قطعوا له في لاكويس. تسمى التجربات هذو ماشي ملاح اللي مالاد. انا ما عندي حاجه واحد يقول فيا مش تعرف ولا سي با مون بروبليم، مي غافني كومام المريض اللي شيخ كبير تقطعت له خطره باسكو انا قلت تقطع في لاكويس نقطع في لا جامب وجو سوي سور ولو كان قلت تقطع في لا جامب كون تقطع في لاكويس صرات ديجا. دونك فوالا دونك هذيك لي مالاد نوجدوهم بسيكولوجيكمون نوجدوهم ويقبلوا مليح وكي يروح ما تكونش عنده لانفيكسيون يكون كلاخر لي طاغ تاوعو كيما لانسوفيزونس غينال كيما ديزيدغاتاسيون كيما الحوايج هادو كل نكونوا ديجا عدلناهم. دونك كي يوصل المريض بوغ لامبيتاسيون يكون يقدر يتحمل العمليه. نعاودو ندوهم من بعد باش نعاونوهم باش يبراو يبرا لهم الجرح يقدروا يديروا لا بروتيز. والتقنيه نتاعي لا بارتيكولاريتي سيك نداوي رجلين بين زوج. الا كان المريض عنده جرح في رجل غوش نقدروا نداوي له رجل دغوا معاها ولا انفيرسومون باسكو المرض نتاع الديابيتيك شاد رجلين بين زوج. ما كانش اون اختير. انا مازال ما شفتش باللي واحد رجله مريضه باغ اكزومبل جامب غوش وما عندوش لا جامب دوات مريضه. فو توجور تريتي لي دو. فوالا انت ثانيك مدام ثانيك تاع الجي تاع السمنه تاع اللي ضعاف اللي سنان كذا ثانيك عندك لهنا في لاكل. الو هذاك سي ان اوتر فولي عندنا الديابيتيك اوبيز يعيطوا لها لا ديابيزيتي. هذيك لا ديابيزيتي مشكل عالمي ماشي برك عندنا في البلاد. رانا رايحين بلوس دو 4 مليار دو ديابيتيك اترافير لو موند. دونك حنا في الجزائر رانا تقريبا 4 مليار اللي مسجلين اللي ما على بالهمش هذيك حاجه اخرى. دونك نخدم تقنيه درت اون استراتيجي باش المريض يقدر يشيان وكي يشيان لابون تاعو تبقى شاده ونديروا له سبور باش يكون عنده لي موسكل باسكو واحد كيضيع الشحم كلشي يطيح فيه. دونك يولي عنده 10 سنين زياده الوغ كو لوبجيكتيف حاجه اخرى. ومن بعد شويه زدت درت ان فولي بارتيكولي درتو لا ديابيزيتي. علاش لا ديابيزيتي؟ باسكو كي نشينوا الناس الانسولين نقدروا نحبسوها. سي با دون تو لي كا مي ا بو بخي دون 80% دي كا نقدروا نحبسوا ميم بلوس 90% دي كا نحبسوا الانسولين سكي كيلكو شوز مانيفيك بور لي سورتو لي جون لي ادوليسون هادو اللي يكون عنده 24 25 عام ماشي اللي دار ديابيت في الصغر اللي دار ديابيت في 5 سنين 6 سنين هذاك ما نقدروش نحبسوا له الانسولين ابدا. باغ كونتخ واحد ان جون يسمن دانكو باسكو دار ستريس تاع الباك باسكو دار هكذا ويبقى سمين كي يلحق الديابيت تو سويت يديروا له الانسولين. دونك هذاك نقدروا كي نقصوا له البوا يولي عنده حياه عاديه. اون غارد توجور ان ميديكامون بور بروتيجي لو بانكرياس هذيك سي سيغتان. مي ما كانش الانسولين. واحد كي يشيان هكذا كلش من بعد ما يعرفش بالانسولين والله يبقى يتبع ما يتبعش الانسولين جوستومون يحبس الانسولين يحبس الانسولين. وعندنا الجروب تاع لي مالاد اللي يحبوا يشيانو كوم دي دام دي ميسيو ما كانش دركا ما كانش فرق ما بين الرجال والنساء. وباقيلا هاد الايامات عندي اكثر رجال كالنساء باش يشيانو. وعندي لا ميم بروبورسيون ما بين مالاد ديابيتيك و مالاد نون ديابيتيك. دونك سي با فورسيمون كو لي مالاد ديابيتيك لي دوي شيان. شحال اللي يحب الشيني مدام؟ الوغ لي شيين تو لو بلوس سي اونتخ اون موايان اللي عندنا سي 25 لي جينا في الكابيني 25-30 كيلو هذيك سي لا موايان. عندنا لي شيان لو بلوس عندنا في الكابيني 90 كيلو. دونك اون جينيرال عندنا 3-4 mois pour les 20-25 kilos. بصح سكي فو كومبخوند هذاك اللي بحر 90 كيلو خدمته على ابو بخي عام.
عام عنده بزاف حوايج، عنده الريجيم يديرو، والوبجيكتيف تاع الريجيم ماشي برك باش يشين، باش يعاود يتعلم ياكل، سي سكون ابل لا ريدوكاسيون نوتريسيونيل. دونك لازم ياكل حوايج اللي يشريهم في المارشي، ما لازملوش لي ساشي ولا لي كومبريمي ولا حاجه هكا اللي تشينو، هذيك غير يحبس يعاود يسمن. دونك من بعد كي يشين العبد هذاك نبقى نتبعوا فيه. المرحله الصعبه كامل سي لا دوزيام بيريود، واحد كي يشين سي فاسيل، يكون يشين 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 ما كان حتى بروبليم، لحقوا 20 30 40 50 لحقوا حتى ل 80 90 كيلو ما كان حتى مشكل، مي ابري يفو مينتونير. هذاك لا فاز دو مينتيان هي اللي صعيبه بور لو مالاد، وما لازمش المريض يتبحر، تسمى لازم يبقى يتبع السبور مع الطبيب تاعو، لازم يبقى يتبع الريجيم، لازم تولي له عقوبه، ماشي عقوبه، لازم يعاود يولي للماكله نتاعو بصح بوتيت ا بوتي. ستادير واحد اللي ضيع باغ اكزومبل 20 كيلو اون 4 موا ما تقدرش تطلقو لو لوندما يروح ياكل شخشوخه على 12 وقص عبر بوشه في الليل ويضرب عرجون دقله لو لوندما، سي با بوسيبل. دونك لازم يعاود بروغريسيفمون الماكله. دونك عندنا بروغرام، ان بروغرام هذاك نعاود ندخلو فيه لو بان، نعاود ندخلو فيه لي فروماج، نعاود ندخلو فيه لي فخوي، بالعقل بالعقل حتى يولي عنده حياه عاديه. بصح كي تجوز هذيك لا بيريود تاع الريجيم او عاود يتعلم واش ياكل، دونك ما يقدرش يعاود يسمن ابدا، باسكو في ذهنو دخلت له في راسو امبريمي بلي هذيك الحاجه مليحه وهذيك الحاجه ماشي مليحه، اي سي سا لوبجيكتيف. لا دوزيام شوز سي لابو، لابو كي واحد يشين طيح لي جو، طيح لو كو، طيح لي بغا، لي كويس، اكسيتيرا، لو فونتر، يتسمى يتجلد، يتجلد فوالا. دونك هذيك نخدموها بالتقنيات اللي عندنا لا كاربوكسيثيرابي، دوكا نعيطو كاربوكسيثيرابي تاع الاستيتيك. لا كاربوكسيثيرابي سي لا سول تكنيك اللي تقدر تداوي لي فيرجيتور مثلا، نحيهم كامل، كاين دوطخ تكنيك مي ما يمدوش لي ميم ريزولتا اي اوسي رابيدمون. وعندنا لو غولاشمون كوتاني، لو فيزاج، كي نخدمو واحد باه يشين لازم نخدموه من راسو حتى رجليه، ما كانش هذيك لا زون تاع عندي كرشي ولا عندي ظهري راه خارج لي ولا جي دي غرو بغا، هذيك سا مارش با، لازم نخدموه كومبلي. وكيما نقول ما نخدموش لا بيرت دو بوا، نخدمو لا مورفو ليبوسكولتور، سا فو دير نعاودو لا سكولتور تاع بنادم على حساب لا غريس اللي عنده. وعندنا حاجه واحده اخرى لا بالونس ننساوها، ما نخدموش بالبوا ابدا. نبداو لو بخومي جور كي نخلصو نخدمو بلي فوتو، تسمى كي نشوفو لا سيلويت هذه مليحه لازم نخدمو هذه الجهه، هذه ماشي مليحه، يتسمى نخدمو سور مزور لي فوتو قبل، لي فوتو بوندون، ريغوليرمون ناخدو دي فوتو ونقارنو مع المريض. نتا باغ اكزومبل كاين واحد يحب يكون بيان كوستو لازم له بلوس دو مسكولاسيون، واحد يحب يكون باغ اكزومبل لي فام لازم بيان اتر ان بو بلوس باغ اكزومبل تكون عندهم اون ميور بواترين، تكون عندهم هذيك كاع نخدموهم، كل واحد على حساب واش يحب. وكاين ناس ما يحبوش يشيانو بزاف، يحب يشيان بصح يبقى بيان رون، دونك هذيك ثاني اون ريسبكت، ما ندخلوش دون دي ستيريوتيب نتاع لي ماغازين وين واحد لازم يوزن 30 كيلو باش يكون يشبه المانكا، سي با سا، لازم ان بلاتفورم سيتادير لو بوان وين بنادم يحس روحو مليح، ولازم لا سيلويت كي كوريسبون على تاي اي كي كوريسبون على لاج دو لا بيرسون. وكاين عندك اللي هنا نقدروا نهبطوا نشوفوا؟ ايه بيان سور، دوك نديكم، دوك هنا راني في شي مي بارون افي كي جو في، دونك راني معاهم، دوك نديكم للمحل كي اون فات المحل نتاع خويا الله يرحمه، دونك هو اللي كان ناوي نحلوه كامل، دوك نديكم تفضل معايا. هنا رانا في المحل، هذا هو الكابين تاعك. السلام عليكم. الوغ عندك اون بوماد ديريها لها بوغ ليدغاتاسيون للترطيب. قلت بالنسبه لعلى كثير ما يعرفش اللي راهو السمنه هذه هي مرض، كاين اللي حسبها، كاين اللي حسبها يحسب راهي صحه زايده قوه. ودوك شحال راك توزن؟ اني لحقت قريب 110 ولا 100 و... من 187 من 187 هذا هكذا كان يجيك نورمال؟ كان مزير شوي. الوغ نوري لكم الجرح نتاعو اللي راه بدا يتغلق، قعد له ابوبخي كان هكذا، دركا يلوي غاست ابوبخي واحد 2 سنتيمتر كاري ا كومبلي فوالا. الوغ دركي رجليها راه متفشو، تفشو رحمه ربي، تفشت رجلها بارابور واش كانت. نشوفوا ثاني ما بين صبعتين رجليها راه عندها شامبينيون، نبغى نبايع نقطولها على الفواياج برك وعلى دواها، حنا عندنا ما تخلصش.